وظيفة المخرج إنه يكون بيعرف إزاي يقدر يحكي قصة. من خلال الدراسة هنتعلم إزاي نقدر نحكي قصة من خلال الصورة. من خلال الدراسة هنتعلم إزاي نقدر نوجه الممثلين، الميزانسي، التصوير السينمائي، إزاي نسجل صوت، إزاي نكتب سكريبت، وإزاي نمنتج. هتتعلم كل عناصر الفيلم، هتتعلم إزاي تقدر توجه فريق العمل اللي شغال معاك، وفي نفس الوقت هتتعلم إزاي لو عندك خيال تقدر تطلعه على الشاشة.